هادي هادي هادو او الدار او البيت اللي كنتي ساكنه فيه. سوديو صغار، سوديو صغار ياك. الحمد لله كنشوف الجيران واقفين معاك، كلشي واقف معاك الحمد لله. من الناس باقيين واقفين دابا، نمشي تبارك الله حسب ما شاهدنا لحدود الساعه عزيزه عند الناس كاملين. وحنا كنتمناو مشاهدينا الكرام ان التعاطف اللي كاين في الدرب ديال هاد السيده او في الحي ديال هاد السيده اللي هي وبنياتها صغار اللي مازالين صغار، والكبيره في عمرها 11 او 12 سنه، يتلقى التعاطف كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بارطاجيو عفاكم، يقدر يوصل شي واحد شي محسن انا جوبي جوبي خذي راحتك، يقدر يوصل شي واحد اللي قادر انه يعاون هاد السيده هذه. الناس الحمد لله كيعيطوا، ولكن الحدود اللي كيتفلا قلت لكم مشاهدي كامل اللي باغي يتفلا من الاحسن بلاش، اللي باغي يتفلم احسن بلا السيد اللي فيها كفاها. شوف فين كتعيش، شو الزنقه اللي كتعيش فيها، شو العذاب اللي كتعيش فيه وبنيتها صغار. هذه هي الدار، هي الدار مبدلين لها كل شيء، الحوايج مازالين لداخل، حوايجك مازالين لداخل، الصنداله ديال بنتك هذه، هذه ديال بنتي. شو الحوايجها مازالين لداخل، حوايجها مازالين لداخل. حوايج مازال داخل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو السودو اللي كانت ساكنة فيه ديك السيدة. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر، هذا هو السودو اللي كانت ساكنة فيه السيدة هي وبنياتها. حوايجك مازالين داخل، كلشي مازال داخل. نداءنا الناس المحسنين أنه أي واحد كيشوف هذا المباشر أنه يقدر يعاونها، اللي يقدر يعاونها بقليل أو بكثير راح يطلع. الرقم عاوتاني أختي تعطيه لي، الله يجازيك بخير. 07 22 78 93 93 50. هذا هو رقم الهاتف، الله يدير شي شود خير ربي. في رسالة أخيرة الناس المغاربة اللي كيشاهدوك، شنو باش تقولي لهم؟ نطلب من المحسنين اللي يشرف قلبهم الرحمة يرحمونا الواد البنيات. راني مشردة في الزنقة، بغيت غير سي بنت السر ودابا المدرسة وجات مع العطلة. الله يجازيهم بخير، تكون في قلبهم الرحمة. عمرك توقع شي شي غيطرة؟ ملي توقعت هما الناس كارية ب 34 بكل شي، كتخلصي بكل شي. كنخلص خدامة في الميناج وتنجي تنبيع الكاروة، عمرها من الكاروة وفين الحضور، كنت كدير كاريتي، الناس يتعاونوا معايا ولا الدرج يتعاونوا معايا. ما عرفتش ما بين الليل ونهار تصبح في الزرقاء، ما عرفتش. ما هذي شي شوية خير، النمرة حطيناها. واي حاجه توقع نقولوا للمغاربه ان شاء الله. حنا كنتمناو ان اليوم هي وبنياتها ما تباش في الزنقه، الله يدير شي شوية خير. الرقم كاين مشاهدينا الكرام، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. على قول الله.